لا نلعن هؤلاء المختلف عليهم كما أنه لا تترضون عليه. أثناء الحوار لا نلعنهم حتى يمضي الحوار. تأتي تدافع عن أبي بكر وعن عمر، لا تسمعنا نلعنه أثناء الحوار. نفعل مثل هذا الرجل الرافضي الذي في التاريخ أنه ألقي عليه القبض في بغداد في العصر العباسي بتهمة أنه سب الصحابة، فاقتيد إلى القاضي قال له ما تقول في هذه التهمة؟ قال يا حضرة القاضي أنا رجل شيعي هناك في الكوفة أسب الصحابة، فهذه التهمة باطلة، أنا ما أقدر أسب في بغداد يعني بس بالكوفة أسب. نسوي هالشكل وياهم، نعم. نقول لا طيب أنت تكون معانا إحنا ما نلعن، أنت ما تترضى في المقابل، أما بعد ذلك أنت تروح نقضي اللعن، نقضي إن شاء الله هذا الذي فات.